الفنان القدير عمر إحساس، أهلا بك في برنامج اليوم على قناة الحرة. يعني قبل البداية في اللقاء لابد أتوقف عند هذا الاسم المميز في نغمة فنية، خبرني من أين أتى هذا الاسم عمر إحساس؟ عمر إحساس حقيقة يعني كان لي اسمين، يعني كان في البداية الفنية كانت باسم عمر الندامة، لأن تغنيت بأغنية الندامة للفنان القدير الخير عثمان، ولكن لما جيت الخرطوم اشتركت لنيل عضوية نادي الخرطوم جنوب، فأنا الوحيد الفنان اللي اشتركت بأغنية خاصة كان اسمها إحساس، فجاءت التسمية من اسم الأغنية. جميل جميل. خلينا نبدأ بالبداية أستاذ عمر، كيف تبلورت رحلتكم من دارفور غرب السودان إلى العاصمة السودانية الخرطوم؟ يعني ما شاء الله مسيرة عمرها أكثر من 30 سنة، خبرنا عن البداية. البداية حقيقة أنا بديت في سن مبكرة، يعني 16 سنة، وتغنيت ببعض الأغنيات الحقيبة المشهورة، هي طبعا ما بتحتاج لآلات موسيقية، وثم بعد ذلك يعني تحصلنا على بعض الآلات وتعلمنا عليها العزف، وجاءت الرغبة في الالتحاق بكلية الموسيقى في الخرطوم، وجيت في 1981 والتحقت بنادي الخرطوم زي ما أسلفت، وبدت المسيرة بعد ذلك بإجازة الصوت في أجهزة الإعلام من نفس العام 81. وأنا حقيقة لما جيت الخرطوم كانت لدي مؤلفات خاصة، أنا كنت بلحن أعمالي. يعني أستاذ عمر، بالرغم من أنه هويتكم الغنائية يلي بقيت أنت محافظ عليها بتختلف عن أغنية الوسط السوداني، يعني ما شاء الله مع ذلك حققت جماهيرية كبيرة على نطاق السودان، برأيك ما هي أهم الأسباب؟ أهم الأسباب حقيقة الموروث الإيقاعي والنغمي الموجود في لونية الغناء في منطقة دارفور، وأنا حقيقة كل ما فعلته إنه يعني استلهمت كل هذا التراث والموروث وترجمته في أغنيات حديثة كانت جاذبة للتشكيلات الإيقاعية اللي أساسا كان وسط السودان ما كان يعلم بها تماما يعني. وأيضا برضو السودان وطن عربي إفريقي، فهذا الهجين يظهر بشكل واضح جدا جدا في منطقة غرب السودان، لا زال يحافظ على هذا الشكل. الحديقة بتذكرك بمكان ما بالسودان، وين هو هالمكان؟ شو هو؟ والله يا أخي السودان طبعا في كثير من أطرافه يعني توجد الخضرة وفي الوسط وكذا، ولكن حقيقة أنا من منطقة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، ففي جنوب دارفور يعني هي منطقة تقع في منطقة السافنة الغنية وحيث الأخضرار دائما يعني، وحقيقة لدينا غابة اسمها غابة كندوة، وهي غابة صناعية وعملنا كحزام، لكن للأسف يعني هذه الغابة هي تشبه هذا الموقع تماما يعني وكبيرة جدا، ولكن للأسف يعني استضيف يعني الأخوة النازحين من في معسكر كلمة، وهذا المعسكر يقع قريب من هذه الغابة. نعم. ولاحتياجات النازحين يعني قاموا بقطع كل الأشجار، الآن لا توجد غابة حقيقة للأسف. طالما عم تحكي تحدث عن قضية بيئية وقضية اجتماعية بنفس الوقت، حضرتك بأغنياتك عالجت الكثير من المواضيع الاجتماعية، برأيك قديش هون بتوقع مسؤولية الفنان لأنه يكون ملتزم بفن بيوصل صوت هذه القضايا الاجتماعية؟ والله الفنان الذي لا يمثل يعني أو لا يتناول قضايا شعبه ولا ينحاز لمجتمعه هو فنان قاصر حقيقة، والفن رسالة إنسانية، فأنا حقيقة انحست لهذا الجانب وعالجت الكثير من القضايا، حتى مسألة الختان كعادة ضارة في المجتمع، والنزوح وقضايا المرأة والتعليم، وحتى قضايا السلام وقضايا الإشكالات القبلية، يعني السودان برضو من المناطق المتأثرة حقيقة بالإشكالات القبلية، وكل هذا تناولته من خلال العديد من الأعمال الغنائية، ودفعت بالقضية لطور النقاش وعدم النسيان، يعني لأن كل ما المسألة تبقى يعني الإشكالات والحاجات تتطور يعني يجي الفن يشكل صحوة حقيقة في داخل الناس وإيجاد حلول. أستاذ عمر، إلى أي مدى الخروج من المألوف في الطرح الموسيقي والاستفادة من التنوع الثقافي والإثني والسمات الفولكلورية في السودان ودول الجوار له أهمية في خارطتك الغنائية؟ السودان حقيقة بموقعه أنه يتوسط العديد من الدول حقيقة، بعضها السمات العربية وبعضها السمات الأفريقية، فهو بشكل حقيقة قلب إفريقيا يعني بموقع جغرافي، وبشكل جسر ما بين الشرق وغرب إفريقيا أيضا، ف
فأكيد يتأثر يعني برحلات الحجاج إلى بيت الله، وأيضا التبادلات التجارية وتحرك الناس حقيقة في هذه الدول والمناطق الحدودية شكل هذا التنوع. فالسودان أصبح الآن هو يعني يمتاز بلونية غنائية يعني لا توجد في دول الجوار أيضا. خبرنا أستاذ عمر، أين ترى اليوم موقع الفنان السوداني من الخارطة العربية؟ والله يا أخ مروان، يعني موقع الفنان السوداني حقيقة في الخارطة العربية تراجع. يعني في السابق يعني عندنا كان أستاذنا السيد خليفة محمد وردي أحمد المصطفى يعني عليهم رحمة الله، يعني هؤلاء الرواد يعني اخترقوا هذا المجال وخلقوا التفاتة قوية جدا جدا. زي ما بقول أنا لم تجد متابعة من الداخل، وللأسف يعني الأسباب كثيرة شوية. يعني الحق على مين هون؟ يعني من يلام؟ والله يا أخي تلام الأجهزة الرسمية حقيقة بكل بساطة، لأنه المسألة دي أنا عايز تواصل، وأقرب يعني تواصل وأنسب تواصل هي المهرجانات. فالمهرجانات بتجي دعوات حقيقة رسمية للدولة، والدولة طبعا هي ما باطئة هذا الأمر أمام أولويات من أولوياتها لظروف البلد غير مستقرة، في ظروف تاعت حرب داخلية، حصار اقتصادي، أسباب كثيرة يعني أثرت في هذا الجانب. ولكن الفنان لا يقع عليه اللوم، يعني العملية الفنية مستمرة وفي تجديد، هناك نعم. العديد من الأصوات يعني ترحل أصوات وتأتي أصوات يعني مختلفة. ولكن حضرتك تحديدا يعني من الفنانين النشيطين، حضرتك من أوائل الفنانين اللي صوروا فيديو كليب بالسودان، حضرتك كان عندك مهرجان كبير جدا في مدينة نيويورك بسنترال بارك، يعني نعم. آخر فيديو كليب صورته من سنتين، يعني ما بتحس إنه هناك شوية تقصير؟ التقصير أنا مسؤول منه، لأنه أنا أساساً يعني الأعمال موجودة حقيقة، لكن التقصير أيضاً الشركات تاعت الإنتاج المنوط بها إنتاج هذه الفيديو كليبات وتطرحه كترويج للألبوم المعني، هذه الشركات توقفت تماماً بعد ظهور ما يسمى بالMP3 الآن في السودان، لأنه الشائع في السودان استخدام الكاسيت وليس السيدي، فأصبح المواطن يعني يتحصل على 400 أغنية بثمن شريط واحد يعني. المسلم ب5000 هو بياخذ 400 أغنية عوضا عن شريط فيه 8 أغنيات، فأصبح تكسب سهل بالنسبة له وتحصيل سهل وأسهل يعني. فتضرر الفنان حقيقة بتوقف هذه الشركات، والعملية الإنتاجية مكلفة للفيديو كليب حقيقة طبعا. نعم. وما أعرف الحل يكون إيه يعني، لكن يعني نحن نعشم في إنه البلد يعني أحوالها تستقر وترجع الأوضاع الطبيعية كما كانت. حدثنا من شوي عن مهرجان كبير أقمته في مدينة نيويورك، وكان هناك انصهار للموسيقى الشرقية والغربية مع عازفين أمريكيين. هل تفكر في معالجة فنية في أعمالك القادمة؟ يعني هل تفكر من على الأقل من ناحية التوزيع في دمج الآلات الشرقية مع الغربية؟ والله يا أخي طبعا فكرة سديدة جدا جدا، وأنا حقيقة بعد يعني أنا بقول دائما الاحتكاك بتولد الأفكار وتولد تبادل الخبرات، وحقيقة احتكينا يعني من خلال مهرجان الموسيقى هنا في السودانية في 2007 في سنترال بارك و2008 في شيكاغو، وأنا أحيي المنظمة دون إلدر في إنها جمعت العديد من الموسيقيين. الآن هم ذاتهم أصبحوا طواقين يتعاملوا مع الموسيقى السودانية، فأنا حقيقة عندي يعني عديد من الأعمال، وإن شاء الله في مطلع العام القادم بصدد إنتاج هذه الأعمال. وعندنا أخونا ابن أخونا الفنان الكبير أبو عرق البخيت محمد، هو هيتخرج إن شاء الله، ولكن لديه الآن قرابة 5 أعمال قيد التوزيع، وبإذن الله حتتنفس بأوركسترا هنا، نستفيد من هذه الخبرات العالية إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ عمر، بنعرف أنت حامل قضية إقليم دارفور بقلبك وأيضاً بأغنياتك، وقدمت العديد من الأغاني بنذكر منها دارفور بلدنا. كفنان قديش بتلعب دور مهم في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفئات سواء كان سياسياً أو اجتماعياً؟ نعم أخ مروان، زي ما تعرف أنت الفن مبني على مبادئ ومواقف، والسياسة مبنية حقيقة على مصالح سياسية حزبية دولية، فدي بتصعب علينا الإشكالات يعني. فعلى الفنان إنه يكون أول حاجة متابع للساحة أيا كانت على كل المستويات،
والعملية الغنائية يعني قد تؤلف أغنية تصلح لفترة زمنية قد هي بعد شهرين قد